صور حصرية للرابور مسلم يتعرض للشعوذة وأمل صقر تعترف بحبها أخيرا. شاهد التفاصيل. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا. هيا بنا. انتشرت صور كثيرة عبر موقع الفيسبوك تعود للرابور المغربي محمد المزوري المعروف بالرابور مسلم، وقد كتبت عليها رموز الشعوذة، الأمر الذي أثار استغراب المغاربة، خصوصا بعدما صرحت زوجته السابقة نبيلة بأن الأخير أخبرها بأن ما يفعله ليس بمحض إرادته وأنه متعلق بالفنانة أمل صقر لحد الجنون، حيث كان السبب الرئيسي في طلاقهما. الصور انتشرت كالنار في الهشيم، ليكشف بعض المتابعين بأن المغني مسلم تعرض للسحر من طرف الفنانة أمل صقر ودمرت حياتها. كان العديد من المغاربة قد عبروا عن استيائهم حول الموضوع وطلبوا منه العزوف عن قراره وأن يعود لأولاده معتز وهداية، إلا أن الأخير لم يخرج بأي تصريحات لحد الساعة. الفنانة أمل صقر فاجأت الجميع بمنشور عبر صفحتها بالإنستغرام اعتبره العديد من الرواد بأنه اعتراف رسمي لحبها للأخير، حيث نشرت صورة حبيبين متعانقين مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: كن مع شخص يحبك أكثر في أصعب الأيام التي لا يمكنك أن تحب نفسك على الإطلاق. هذه التدوينة طرحت العديد من التساؤلات والتخمينات لدى المتابعين، فيما عبر العديد عن ترك الفنان المغربي والفنانة أمل صقر واصفين إياهم بأنها مسألة تخصهم ولا يجوز التدخل في علاقة تخص الاثنين فقط، وأن التأويلات الظالمة لا تجوز حتى يخرج الطرف الثاني للتوضيح، وهذا ما علقت عليه الفنانة أمل صقر في بعض التدوينات عبر ستوري. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.